مساء الخير عليكم وأهلا بكم معايا في مطبخ نونة. معاكم نونة الحجيري. لو أول مرة تشوف معايا فيديو على القناة ياريت تكرموني باشتراككم مع تفعيل الجرس. النهاردة الفيديو مختلف، النهاردة ازاي تقدري تزيني كيك تغيريها خالص من كيك شوكولاتة عادية لتورتة شوكولاتة كلاسيك للمناسبات لأعياد الميلاد، والطعم خرافة، طعم تحفة ما تختلفش عن الكيكة أو التورتة الجاهزة بتاعت الحلواني. زي ما انت شايفة كده هي ده شكلها النهائي. طبعا هتشوفيها خطوة خطوة ازاي وانا ببدأ من اول وهي كيك ازوقها لغاية النهاية. نتقابل مع بعض في نهاية الفيديو بإذن الله.
شكل التورتاية بتاعتي بعد ما خلصت. طبعا كلكم شفتوها في الاول كانت عامله ازاي، حاجه شيك جدا وطعمها بجد تحفه، تستاهل ان انت تجربيها. هحط لك لينك كل حاجه في صندوق الوصف، الجنش والكيك، الكيك نفسه وكمان الكريم شانتيه، كل حاجه كل حاجه هتلاقيها في صندوق الوصف. يا رب النهارده الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه لو اول مره تشوفوها، وصحتين وهنا على قلبكم يا رب. كانت معاكم نونا الحجيري.